تشيل تليفونك في الجرافر، تخلي نعل حذائك ميلمع، تصنع صابون من أشجار السنوبر، تمنع الهواء البارد بمخدة خاصة. اتفرجوا على الفيديو الجديد الخاص بينا علشان تتعلموا أفكار مفيدة لكل احتياجاتكم الشتوية. المشي برا البيت في الشتاء منعش جداً، لكن لازم تكون جاهز ليه. البنت صاحبة العيون الزرقاء اتزحلقت ووقعت على الجليد، كويس إن صديقتها كانت جنبها. وقفت زي جبل كبير عظيم، وده كله بسبب الأحذية الخاصة. ندهن على الحذاء من تحت بالغير المضاد للمية والجليد، نرش عليه جليتر كتير من فوق ونسيبه ينشف. حذاء دولي متألق على الجليد، أفضل جزء هو إنه بيحافظ عليها من التزحلق والوقوع. عندنا طريقة تانية للحفاظ على الاستقامة على الجليد، اتفرجوا على السلاسل المضادة للانزلاق للأحذية. نستخدم كماشة لتقسيم السلسلة لأجزاء، نضيف الحلقات لأطراف السلسلة الخارجية، نربط خيط أستك في الحلقة ونربط السلسلة من الناحية التانية بالأستك ونقفلها على الحلقة. هنركب السلاسل بنعلي الحذاء. صاحبة العيون الزرقاء بتعمل صيانة في فصل الشتاء للأجز. السلاسل المضادة للانزلاق بتخلي حذائها ثابت على الأرض. دلوقتي تقدر تمشي في أرض الشتاء من غير ما تقلق إنها تقع. دولي هتغسل إيديها دلوقتي، لقت صابون سنوبر مش عادي في الحمام وكمان ريحته تحفة. بحرص نقطف الفروع من شجرة السنوبر، نطحنهم في الخلاط، ندوب شوية صابون في الميكروويف، نضيف إبر السنوبر المطحونة للصابون ونضيف قطرات من الزيت المعطر، نصب الصابون في قالب السيليكون. واو، ايه نوع الصابون ده؟ صاحبة العيون الزرقاء هتكشف السر، انها عملت الصابون من شجرة كريسمس. دلوقتي ريحة الحمام هتبقى زي احلى وقت في السنة. صابون اشجار الصنوبر مش بيشكشك خالص، بالعكس بيخلي الايدين ناعمة جدا. صاحبة العيون الزرقاء طلبت صاحبتها ملكة التلج اتأخرت تاني على الخروجة كالعادة، بس كويس ان ايدي مش باردة جدا، وهتصل برقم دولي عشان عندي جوانتي خاص مريح جداً. نقص الجوانتي من عند الصوابع ونخيط مكان ما قصينا ونلزق الكور على البرنيتا تيريكو الصغيرة. نقطع ورقة لشرايح طويلة، نلون الشرايح بالماركر كأنها كوفية، نقطع الأطراف ونعمل شراشيب، نعمل حلقات رقيقة من الأستك ونلزق بمسدس الشمع من فوق، نغطي الحلقة بالبرنيتا ونلزقها بمسدس الشمع، نلف الكوفية في الجزء السفلي ونخيط عليه زرار. غطي صوابعك واشبكي الأستك في الزراير. الجوانتي ده هيخلي صوابعك متدفية دايماً، لأنه مريح جداً بالبرنيتا الشتوية الصغيرة، ومش هتحتاجي تشيليه علشان تبعتي رسالة. واستخدام التليفون بقى أسهل بكتير من الأول. أخيراً ظهرت دولي وشكلها متضايقة، تليفونها عاطر من السقعة ومش عايز يشتغل مع إنه مشحون. صاحبة العيون الزرقاء مستعدة للإنقاذ، دولي محتاجة جراب فرو علشان يدفي تليفونها. نقص قماش الفرو على نفس مقاس جراب التليفون ونسيب زيادات، نطبق الأطراف ونلزقها بمسدس الشمع، نلزق الفرو في جراب التليفون ونقص الزوايا، نقطع فتحات للكاميرا وللشاحن والمايك والسبيكر. جراب الفرو ده هيخلي التليفون وكمان ايديكي متدفيين. تليفونك مش هيفصل من البرد لو فضل متدفي بيه، ده اكسسوار شيك ومفيد جدا. صاحبة العيون الزرقاء بتدور على جوانتي، لكن لقت حاجة احلى منه بكتير. القلب ده ريحته حلوة زي شكله بالظبط. نطبق قماش ونقص منه قلبين، هنخيطهم مع بعض من الاطراف ونسيب جزء مفتوح، هنخيط فيها شريطة من الوسط، نملى القلب بالتوابل الجافة، ينسون، عيدان القرفة، وفصوص قرنفل وأي توابل تانية عايزينها. نخيط القلب ونقفل الجزء المفتوح ونزينه بفيونكة. القلب الجميل ده هينشر ريحة حلوة في الدولاب كله، ف
في الحقيقة ريحته حلوة جدا لدرجة انه هينسيك انت كنت بتدور على ايه اصلا في الدولاب. لكن صاحبة العيون الزرقاء افتكرت انها عايزة الجوانتي، دلوقتي ريحتهم زي العطور الشتوية كمان. دولي بردانة، صوابعها وايديها اتجمدوا على الاخر، ونسيم الشتاء البارد بيدخل من الكمام. بسرعة اسمحولي اتدفى بالاساور دي. نقطع قطعة من الفرو لشريحتين، نلزق بمسدس الشمع من الاطراف، ونلزق أستك من جنب واحد، نطبق الطرف من ناحية الأستك ونلزقه، ونغطي الجانب الداخلي من الإسوارة بالفارو، ونلزق الطرف التاني من الإسوارة بالطرف اللي فيه أستك، ونعمل إسوارة تانية بنفس الطريقة بالزبط. دولي هتستعمل أساورها الدفاية وهتدفي بيها إيديها، دلوقتي إيديها زي كفوف الأرنب، ما بقوش خايفين من الريح أو من البرد، وصوابعها هتتحكم في تليفونها بسهولة. الأساور الفرو دي بتدفي وكمان أنيقة جدا. لما رجعوا من برة وكانت الدنيا برد، صاحبة العيون الزرقاء ما كانتش شايفة كويس. أعتقد أنا عارفة ليه، نظارتها شبرت تاني، ودلوقتي لازم نتخلص من تأثير الاحتباس الحراري السلبي اللي بيحصل في العالم على نظارتي. نمسح النظارة المشبرة بمنديل جاف، ندهن رغوة حلاقة على العدسات ونسيبها لمدة ربع ساعة، نلمعها ونختبر التأثير على كوباية بتطلع بخار. تعالوا نجرب مادة تانية، صابون سائل، ندهن نقطة واحدة من الصابون على العدسات، نسيبها لمدة ربع ساعة وبعدين نلمعها بمنديل ورق، نشوف النتيجة. واضح إن شكلها أحسن. بعدين خلينا نستخدم جليسرين، ندهنه على العدسة، لكن الجليسرين منفعش في التجربة قوي. لما صاحبة العيون الزرقاء كانت بتحاول تعيش حياتها من غير نظارتها، حاولت دولي بطرق مختلفة تلمع النظارة المشبرة. صاحبة العيون الزرقاء بتعمل اختبار البخار، تحفة، الحياة حلوت، النظارة دي مش هتشبر تاني أبدا. شكرا يا صاحبتي المفضلة. صاحبة العيون الزرقاء عايزة تنشف الأجز بالسشوار، لكن بالشكل ده الأجز هيقعد لحد الربيع عشان ينشف. دولي سمعت السشوار وجاية تشوف فيه إيه، هي عارفة طريقة أحسن عشان تسرع عملية التنشيف. نسيب الحذاء على الأرض والفردتين قدام بعض، نشغل السشوار في واحد منهم، وبالطريقة دي هيمشي تيار الهواء الدافي في فردة ويرجع يرتد للناحية التانية، وبكده هتنشف الفردتين في نص الوقت، ومش محتاجين نفضل ماسكين السشوار. صاحبة العيون الزرقاء عجبتها الفكرة دي. دولي ضيعت الحلق بتاعها، مستحيل، مش هلاقيه أبدا في أعماق الكنبة دي. محتاجة مساعدة من صاحبتي. أخيرا لقينا الحلق ورا المخدة، وعشان ما يحصلش مرة تانية كده، بتقترح صاحبة العيون الزرقاء نعمل استند للحلقان من اليوسفي. نستخدم قطعة بسكويت لقطع الأشكال من قشر اليوسفي، نثبت الحلقان في قشرة، نستنى لحد ما تنشف. دلوقتي مش هيضيع منك حلق أبداً، وصندوق مجوهراتك ريحته حلوة، اليوسفي هيحمي كل حلقانك الصغيرة. اهدي يا دولي، صندوق مجوهراتك محمي وقوة اليوسفي العظيم. صاحبة العيون الزرقاء بتستعد للخروج، مكياجها وشعرها شكلهم تحفة، كل اللي هتعمله إنها هتلبس سويتر. مش معقول، شعري كهرب خالص. صاحبة العيون الزرقاء بقت شبه العفاريت، لكن ممكن تستخدم سبراي ضد الاستاتكس لإنقاذ اليوم. ندوب ملح في مية، ونضيف قطرات من الجليسرين، ونرش عليهم العطر المفضل لينا، نخلطها ونصبها في إزازة سبراي، ونلزق عليها ستيكر، نرش منه على السويتر. الملح في السبراي بيضيع الاستاتكس الزايدة، والجليسرين هيخلي هدومك طرية، والعطر الخاص بيكي هيخلي السويتر ريحته جميلة. دلوقتي شعرك هيكون في أمان. دولي بردانة تاني، وبطانيتها مش مساعدة خالص، الجو عاصف في الأوضة. دولي هتبدأ تتحرى، العملية العثور على تسريب الهواء، هتعرف مصدر البرد بمساعدة شعلة الكبريت. هناك، جاية من تحت الباب. دولي هتتخلص من النسيم البارد المزعج باستخدام مخدة خاصة.
نقص كوفية قديمة عريضة على مقاس عرض الباب ونطبقها نصين ونخيطها. نسيب جزء منه مفتوح ونقلبه على الوش التاني ونملاه بحشوة من الفايبر. نخيط المخدة ونقفلها تماماً. الباب العازل ده هيحفظ الحرارة ويعزل البرد. دلوقتي دولي مش هتبقى قلقانة إنها ترجع تبرد تاني. عجبكم أسلوب الحياة في الشتاء؟ اكتبولنا في التعليقات الأفكار اللي هتجربوها لما بتكون الدنيا برد. وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو والاشتراك في قناتنا وتضغطوا على الجرس علشان ميفوتكمش حاجات جديدة من ترام ترام.